ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا قوي 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 قوي. قبل ما نبدا اي حاجه صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، تنسوش لايك لايكس سبسكرايب عشان يوصلوكوا كل فيديوهاتنا ان شاء الله. احنا والله بدانا عارفين احنا متاخر عليكم في الفيديوهات، بس معلش والله العظيم ظروف خارجه عننا يعني. تعرفين يعني اننا متجوزه قاعده في بيت ونورين قاعده في بيت، فعلما بنتجمع وكده ونفكر طبعا فكره فيديو جديده وكده. ف ولو في افكار يا جماعه بساعدونا برضو. بص النهارده احنا لقينا شيبسيات طبعا نزله جديد، في 3 من شيبسي تايبر. بس احنا الصراحه دورنا عليهم كتير ما عرفناش نجيبهم. فاول ما ينزلوا والله العظيم يعني هنعمل لكم عليهم الفيديو على طول. يعني احنا تايجر لانها منزله ده الفوشي سموكي تشيز، منزله ده ب5 جبنه اسطنبولي، ومنزله واحد تاني ازرق ميكس تشيز. ايه احنا بصراحه دقناه بس احنا ما لقيناهوش هنا، يعني احنا لفينا عليه كنا ماشيين مره فجبناه. حلو ايه ميكس جبن يعني مش مختلف عن الجبنه المتبله، بس حلو. دول لسه ما دوناهم، لقينا دول برده من تايجر. ده بايه ده؟ خل وملح، ده الواحد ب10. ولقينا ده برده من تايجر ليمون، ولقينا ده فلفل حلو يعني ما فيش طعم تقريبا، يعني تقريبا. فاحنا ايه هنجرب الاول التايجر العادي وبعد كده بقى نخش لكم على ده. نبدأ بالسموكي. والله 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 اول مره ندوقهم، احنا ما دوقناهمش فعلا، احنا اللي دوقناه ما جبناهوش في التحدي عشان يبقى فعلا حلفنا ومصداقيتنا. بس واحد بجد مش عارفك انا باكل حاجه محروقه. عارفه هو مبدئيا انا حاسه ان مفيهوش جبن خالص، يعني عاطي اكتر على الكباب. لا مش عارفه، حاسه ان هو ايه عاطي سنه كده على طعم الكباب شويه. لا مش حاسه مفيهوش حاجه. ممكن مثلا او اقول لكم اكتر شيبسي مدخن، حاجه محروقه، حاجه فيها ايه حاجة يعني محروقة. شيبسي وفي ريحه الطعم الدخن بس عادي يعني مش هجيبه. جبنه اسطنبولي يعني ده لو انا مثلا هشتري شيبسي مش هشتري بصراحه عشان ما فيهوش اي طعم خالص. بسم الله. اسطنبولي قوي. انا ما كنتش جبن فما اعرفش. ما كنتش جبن؟ ده نفس طعم الجبنه الاسطنبولي بالظبط. ملوش طعم. جبنه اسطنبولي. حاسه حادق ملح. ما هي الجبنه اسطنبولي بالظبط بالظبط بالظبط. ملح. انا لا ما حبيتوش بصراحه، انا ما بحبش الجبنه الاسطنبولي. المفروض ان هي حراقه شويه لان هو في شطه. ولا في اي مش اي ريحه شطه خالص. فمش عاجبني بصراحه. الازرق احلى بس ان احنا احلوينا يا جماعه شويه. هنجرب ده احلويته. قولوا لي بصوا مبدئيا كده الشيبسيه عامله كده الغالي ثمنه فيه. خدي دقي تحفه. حراق. مع ان انا ما بحبش الفلفل الحلو بس هشتريه. لا حلو. غالي شويه بس حلو على كميه. حلوه 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 حلوه. اديله 8 طعمه فلفل فعلا اللي هو فلفل حلو. انا اديله 8 يعني ده من احلى الحاجات اللي احنا دقناها لحد دلوقتي. ما نشوف ريحته. ليمون واللي هو الشبت والبقدونس والحاجات دي. هقول لكم ايوه في نوع في شيبسي نزل وما كيس لونه باين. لا موجود بجيبه. كيس لونه موف. الكيس الموف ده اسمه ليمون حلو. هو ده بالظبط. هو فعلا ليمون حلو. ليمون واللي هو تحس ان هو شبت بقدونس. الخضره دي
حلو جدا. مش هجيبه مع ان انا بحبه. انا هجيبه لان انا التفاح التاني ده انا بشتريه الصراحه عجبني. اول حلو قوي. لا حلو عجبني العقل. معرفش ايه كده. اكتر شيبس كنت بكرهه ما بشتروش الخل والملح والشيبس اللي بالملح. ليه ما بحبش الحاجه الحادقه. انا اصلا ما بحبش الليمون بس ده عشان تعمل خضروات فيه حلو. بحبه قوي. الملح والخل فيه قوي. حلو الملح والخل فيه. بس يا جماعه حلو. اول واحد تحفه. طب بصراحه يعني انا بالنسبه لي الاولاني بصراحه لا انا واحد اثنين ثلاثة بصراحه وممكن يدوا دول واحد بس فعلا ده احلى واحد. بصراحه ده احلى واحد كمان بصراحه. يعني انا احيي شركه تايجر ان هي عامله ده بس رغم ان كده غالي. لا بس على كميته حلوه. حلوين قوي. يعني انتوا لو بتاكلوا اكل وعايزين جنب شيبسي فانا اجيب ده. حلوين حاجه كده اللي هو سعرهم الحلو. سعرهم حلو مش وال الاولاني ده عامل زي الحلو والحادق انما التايجر اللي لسه منزلات التلاته دول صح زي قلتهم. ميكس تشيز ده ما فيهوش اي حاجه غير ان هو ميكس شويه مش مبدعين فيهم. جبنه عاديه شبيه للجبنه المتبله. الجبنه اسطنبولي جبنه اسطنبولي بالملي ما فريش اي حاجه بصراحه عن اللي بره. يعني اللي بياكل جبنه اسطنبولي هو ده يعني تقريبا لو حطيته في العيش طعمه جبنه اسطنبولي مش هتعرف تاكل شيبس وجبنه. والتاني ده اللي سموكي كان مثلا حته فحم او احلى حاجه في الانواع الجبنة. الصغيره اللي تايجر عاملاها الميكس تشيز اللي هو اللي لونه ازرق اللي احنا دوناه. اه بس هي في حاجات تانية التايجر كانت عاملاها قبل كده احلى. كانت شركه احلى. انتوا اللي بصراحه ما عجبونيش انما اللي بعشرة حلو هم غاليين شويه بس حلوين بس على كميته حلوه يا جماعه. اه يعني على الكميه اللي جوه الكيس بصراحه حلو بس هو اصلا كمان المبدع في شكلها يعني مش كمان التقليدي ده. هي الشيبسيه حلوه اهي. اه هفتحها خالص مموجه كده حلوه. حلو بصراحه فيها لذيذ وعلى كميه حلو بعشرة. نعم طب ما شيبسي منزل شيبسي ب 8 وتحس ان هو نفس الكميه من 5 ساعات. حلو ما تنسوناش في اللايك سبسكرايب عشان نوصل لكم كل فيديوهاتنا. قولوا لنا على افكار فيديوهات بقى جديده عشان ايه ننزل لكم باستمرار. وايه لو دوت الشيبسيات ان شاء الله لو دوت الشيبسيات دي قولوا لنا تقييمكم زينا ولا ايه اكتر حاجه عجبتكم. نلاقي بقى الايه الجديد اللي لسه ما نزلش ان شاء الله. ان شاء الله يا جماعه توحشونا كتير. باي 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 باي.